ده البلجت بين النفي والتأكيد بعد ما أكد مدير إدارة التوجيه المعنوي في القيادة العامة للجيش خالد المحبوب إن اللجنة العسكرية اللي هي 5+5 هتعقد خلال أيام، وهيبقى في اجتماع جديد في سرت عشان يتابعوا تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، يناقشوا الترتيبات الأمنية والبنود المتفق عليها ومن بينها الخطوات التنفيذية لفتح وإخلاء الطريق الساحلي بين شرق وغرب ليبيا بمسافة تسمح بمرور آمن للمواطنين وتأمين الطرق ونزع الألغام وخروج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا. واضح برضو أن نتائج الانتخابات البلدية هتبقى ضربة للإخوان في ليبيا مع خسارتهم في أكتر من بلدية، أبرزها كانت زلتين جنب مصراتة ودي معقل للإخوان، وصبراتة وقصر خيار. والجماعة ضغطت على لجنة الانتخابات في بلدية حي الأندلس اللي هي أكبر بلديات طرابلس عشان تلغي النتائج بعد ما خسروا وأخدوا عدد أصوات قليل قوي، فميليشيات الإخوان في البلدية بتاعت السواني بني أدم في طرابلس استخدمت السلاح عشان تجبر الناخبين إن هم يصوتوا لهم، فاللجنة وقفت الانتخابات. إيه اللي بيحصل في ليبيا وإيه هي التطورات دي هتودينا لفين؟ خلينا نعرف أكتر من الأستاذ عبد الستار حتيتة الكاتب المتخصص في الشأن الليبي. أهلا وسهلا بحضرتك. يا مرحبا أستاذنا. أهلا بيك يا أستاذنا. يعني أولا هل تبينا ولا لسه مين اللي طلع الطيارات المسيرة اللي تم إسقاطها؟ هي المشكلة في شمال غرب ليبيا أنه لا يوجد رأس واحد أو محدد يمكن التعامل معه أو الاعتماد عليه في الحصول على البيانات. هناك في شمال غرب ليبيا عدد من الكتل الميليشياوية المتصارعة، بعضها يعمل تحت سلطة حكومة الوفاق والبعض الآخر يعمل خارج سلطة حكومة الوفاق. هناك أيضا مجاميع ميليشياوية تخضع بشكل مباشر للقادة العسكريين الأتراك الغزاة الأجانب لشمال غرب ليبيا، وهناك ميليشيات أخرى نوع ثالث من الميليشيات يعمل وحده هكذا دون أي مرجعية. كل هذه الكتل الميليشياوية باختصار حصلت على معدات ثقيلة ومنها طبعا الطائرات المسيرة، وتمكنت خلال الشهور الماضية من وقف إطلاق النار تمكنت من التموضع ونشر أجهزة الإرسال، لأن الطائرات المسيرة تعتمد على أجهزة إرسال أرضية للتوجيه وأشياء من هذا القبيل. وبالتالي يمكن القول أن الطائرات المسيرة والأسلحة الثقيلة وكل الدعم التركي الذي دخل إلى شمال غرب ليبيا توزع وتفرق ما بين الميليشيات والمرتزقة والمجموعات الإرهابية، وهذا أمر في غاية الخطورة لأنه يعكس أن هناك أكثر من رأس وهناك أكثر من صاحب قرار وهناك أكثر من جهة تقوم بعمليات على الأرض. طب إذا كان أستاذ عبد الستار في هذا التشرذم بين مجموعات كبيرة موجودة على الأرض، إذن لما نتكلم على اتفاقيات سلام من هي الأطراف التي تدخل في اتفاقيات السلام وماذا عن المجموعات التي لم تدخل في هذا الاتفاق؟ وهذا سبب رئيسي لإطالة أمد الأزمة الليبية وعدم القدرة على الوصول إلى حل سياسي أو حل أمني. يعني حتى اللجنة العسكرية 5+5 أمضت بضعة شهور في محاولة لفتح طريق، يعني فتح طريق ما بين الغرب والشرق ما بين طرابلس وبنغازي، منطقة تقع إلى الشرق قليلا من مدينة مصراتة. اللجنة العسكرية والعسكريون الذين يجتمعون في سرت غير قادرين على تأمين هذا الطريق والإلزام بفتحه رغم توافقهم على ذلك ورغم توصلهم لهذا الأمر. كذلك على الصعيد السياسي رأينا اجتماعات في تونس في المغرب في مصر في جنيف في أماكن مختلفة، ومع ذلك ما زالت هناك شكوك وما زالت هناك علامات استفهام وما زال هناك نوع من الريبة في قدرة هؤلاء السياسيين على الوصول إلى سلطة موحدة تجب كل السلطات الأخرى. ما تقوم به السيدة ستيفاني ويليامز المبعوثة الأممية بالإنابة يمكن أن يؤدي إلى حكومة ثالثة فوق حكومة الوفاق التي يرأسها السيد فايز السراج وفوق حكومة الحكومة المؤقتة التي يرأسها عبدالله الثني في مدينة البيضاء. وبالتالي أنا أعتقد أن هذا التشرذم الذي وصفته
سبب رئيسي في تأخير الحل السياسي وتأخير الحل الأمني وإطالة أمد الأزمة الليبية. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا الأستاذ عبد الستار حتيتة الخبير في الشأن الليبي. الحقيقة يعني كان كل أمل ومتهيألي ناس كتير وطبعا على رأسهم الأشقاء الليبيين أن تنتهي هذه المسرحية الهزلية اللي لا تطيح بأحد إلا بمقدرات الشعب الليبي نفسه، ويعني نرجو من